معايا على التليفون علشان نتكلم في هذه النقطة تحديدا اللي أشار إليها الرئيس السيسي المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب وصرف صحي، وبعده هيكون معايا أيضا الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء. مساء الخير لحضراتكم باشمهندس ممدوح. يمكن سمعنا كلام واضح وصريح من السيد الرئيس حول مسألة العدادات مسبقة الدفع، كيف سيتم تنفيذ ذلك على أرض الواقع؟ هو السيد الرئيس كان مدي تعليمات ده من فترة، وإحنا فعلا بدأنا البرنامج بتاع العدادات المسبوقة الدفع. إحنا يمكن المناقصة اللي شغالة معنا دلوقتي ب 245 ألف عداد، ركبنا لغاية دلوقتي 100 ألف عداد. بالنسبة لنا حاليا دلوقتي كل واحد بيطلب عداد جديد بنركب له العداد البريبايد أو العداد المسبوق الدفع. إحنا برضو إن شاء الله هنستكمل المناقصة دي بعدد زي وتاني 245 ألف، بحيث ان احنا ان شاء الله نكمل المنظومة. البريبايد طبعا انا برضو عايز الناس يطمنوا ان البريبايد احنا تغلبنا على كل المشاكل اللي ممكن تقابله، موضوع ان المية تقطع فجأة او حاجات زي كده، احنا خدنا كل الاحتياطات. يعني بمعنى ان بندي العداد بيدي انذار لما يتبقى فيه مثلا 2 متر مكعب او 3 متر مكعب، بيدي اول انذار، فبالتالي المواطن بيعرف ان العداد قرب يخلص يبتدي يروح يشحن. العداد ما بيقطعش في فترات الاجازات، يعني لو هي في جمعه او اعياد رسميه العداد ما بيقطعش. واماكن الدفع يعني متوفره متوفره يا فندم في مراكز خدمه العملاء. احنا دلوقتي برضو من خلال واحنا بنركب بنعمل تطوير دلوقتي حاليا للكارت اللي احنا بيشحن ده، بدل ما يروح لمركز خدمة العملاء احنا حاليا دلوقتي بنحاول نطوره بحيث ان هو يقدر يشحنه من الانترنت او الموبايل. في تكنولوجيا جديدة دلوقتي بنحاول ان احنا نستغلها في هذا الموضوع بحيث ان احنا نسهل على المواطن. العدادات اللي بتركب احنا دلوقتي حاليا دلوقتي بنركب للمنزلي وللحكومي. في مناقصة هتنزل تاني للعدادات الكبيرة بالنسبة للأماكن السياحية، لان احنا بنتكلم على كبار العملاء زي السياحة والصناعة والحاجات دي كلها، إن شاء الله هيركب لها العداد اللي هو البريبي. جميل جدا. يعني حضرتك بتوجه ربما دعوة للناس اللي هي عندها عدادات عادية إنها الأفضل إنها تركب العدادات مسبقة الدفع؟ هو ليه ميزة كبيرة جدا، إن هو طالما هو مش موجود في البيت بيشيل الكارت بتاعه وبيشتغل في بعض العدادات اللي هي، فبالتالي العداد ما بيشتغلش او لو في اي تسرب بيوقف المحبس بتاع البيت. وفي الحاله دي مش هتحصل مشاكل؟ يعني احنا يمكن من كام يوم كنا مستضيفين من عندكم اللواء حسن عبد الغني المتحدث باسم الشركه، وكان في شكاوى كثيره جدا من الناس ومن المشاهدين انه الفواتير وعشوائيه الدفع و الى اخره. مساله العداد مسبق الدفع سينهي هذه المشاكل؟ هتريح الناس كلها، زي ما سيادة الرئيس النهارده قال انا بروح اقعد اقرا القرايه والقرايه تطلع صح او غلط، وارد انا بطلع 15 مليون فاتوره في الشهر، وارد ان في يقبل فيها نسبه خطا. لما ببقى العداد بتاعي بالكارت خلاص بيبقى هو شحن الكارت بتاعه، العداد خد القرايه يديله كميه الميه اللي هو دفعها بالظبط. طيب نقطه ثانيه اشار الناس اتعودت برضو، ما هو الناس اللي في الموبايل الناس بتشحن الموبايل بتاعها بنفس الطريقه. صحيح. بالكارت يعني. طيب في نقطة تانية أشار لها الرئيس، وهي أنه المناطق العشوائية الغير المخططة الناس اللي بتروح تبني هناك بيتركب لها عدادات مية وعدادات كهرباء. يمكن أسأل الدكتور أيمن بعد حضرتك، يعني إيه اللي هيتم في هذه المسألة تحديدا يا باشمهندس؟ طبعا الكلام ده هيتوقف، لأن احنا كان في فترة كان في بعض المخالفات، ولكن التعديات على الأراضي الزراعية ما كناش بنركب لها، لكن في بعض الاماكن بيبقى ما خدوش الترخيص بتاعهم لسبب او لاخر، فكان بيتركب لهم عداد كودي برقم، لان هو بيبقوا للاسف بيبقوا سارقين الميه. فاحنا كنا الفكره ان احنا نركب العداد الكودي ده ما بيدوش حق في اي حاجه، لكن بقدر احاسبه على استهلاكه. انما اي اماكن مخالفه في على الاراضي الزراعيه ما بركبلهاش عداد. بشكرك شكرا جزيلا المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي.